مساء الخير مشاهدينا ومتابعي المصري اليوم في كل مكان، معكم اسلام رضا مراسلكم من الاسكندريه. كان نازل عادي شغله عادي جدا زي ما بينزل كل يوم، ولكن للاسف الشديد اليوم ده كان اخر يوم في حياته، واليوم ده لقى ربه شهيدا، شهيد رزق، شهيد العمل. احنا دلوقتي موجودين مع اسره احمد اللي توفاه الله اثناء عمله وهو كان شغال في احدى الشركات. هنعرف القصه الاول من اسرته، من اخوه والخال. اتكلم مع الاخ الاول. اتفضل. فين البقاء والدعم لله، ربنا يا رب يصبر. الحمد لله. احنا اسفين طبعا، انا عارف الظروف صعبه، بس قول لنا ايه اللي حصل. والله اللي حصل، انا كنت في شغلي وجالي تليفون، اخوك حصل له حادثه في مستشفى شرقي المدينه، فخدت بعضي وجيت على طول على المستشفى. فاول ما وصلت قالوا لي البقاء لله، قالوا لي احنا ادينا له التليفون الصبح. الصبح اول ما وصلت هناك قالوا لي احنا ادينا له 4 شيكات تم، بس الحادثه كانت جامده ماشي، ما كنتش طبعا شفت حاجه. قالوا لي البقاء لله، حاولت اخش له، مع طبعا ما كانش، ان الحاله كانت صعبه. فطبعا بلغت اخواته خلاني والدنيا كلها، فين ده في المستشفى. طبعا جه خدوني على طبعا على الاسم عشان انزل باقوالي. فطبعا امين الشرطه كلمني، تعرف سواقه فوش، انا اول ما اشوف يعني. طب عايزين ايه؟ قلت له انا عايز حقه، بس انا عايز حقه. قال لي طب نقول البقاء لله. قلت له يعني قول البقاء لله، انا قول البقاء لله طبعا في كل شيء، بس انا يعني ماشي، انا البقاء لله، بس انا شوف حقه ايه. طيب انا ما اعرفش السواق ولا اعرف شكلته، ما اعرفش. المهم خلصت الاسم ماشي، وطلعنا على النيابه حوالي الساعه 6:30 او 7. شفت الفيديو. احكي لنا بقى قصه الحاله بقى، يعني اتوفى ازاي؟ الحاله طبعا هو كان واقف في شغله بيشاول العربيات انهم يرجعوا. هو كان عامل في شركه نهضه مصر، عامل في نهضه مصر ماشي. فطبعا هو بيشاول العربيات هو وزميله، يعني مش بقول لك لوحده، لا هو وزميله، واللوده طبعا بيحمل، وكل يوم بيحمل من نفس المكان. يعني العربيات واقفه في صف بتاعت العربيات القمامه، هو بيشاول عشان العربيات تبعد. ايوه، في عربيه واقفه اللي بتحمل، وفي اللوده، وهو والعامل اللي معاه، هو العامل اللي معاه بيحاولوا بيبعدوا العربيات عشان اللوده يجي. فطبعا سمعت من العامل اللي هو الثاني ان هو نقل العربيه، اتنقلت من اليمين للشمال. ده هو عربيه القاتل، عربيه العربيه المقبض القاتل اللي هو خبطه. راح داخل فيه، دخل فيه، لزقه في اللي، حتى لو شوف الضغط اللي هو لزقها، اللوده نفسه اتهز، يعني اتهرس من العربيه. ايوه فهمت. دي صوره الشهيد الله يرحمه. هو ده. الله يرحمه ويحسن اليه. تمام. طب وقتها اتهرس في النص، توفى في الحال ولا؟ الخبطه كانت جامده. لما اصحابه طبعا خدوه على جنب، وطبعا اتصل بقبل اسعاف، طبعا هو كان اتبهدل من كل حته، يعني العربيه كانت جامده ماشي. اتوفى في المستشفى لما قالوا لي ده اخد 4 شيكات دم ماشي، بس ايه، كان في تهطم في الكلى وتهطم في الحضن وفي الطحان، بهدل. كانت صعبه، كانت صعبه. طب ده الفيديو صح كده؟ ايوه ده اللي حصل. ده الفيديو حضرتك وصلت لنا. ايوه. بص اخويا اهوت لابس ازرق. تمام ماشي. تمام. اللوده ولا العربيه اللي بتحمل. ماشي. تمام. اضغط على الشاشه تكه. تمام. ماشي. اخويا اهوت. تمام. اللي هو لابس الازرق دوت. تمام. هو بيبعد، هو في منطقه ايه دي بقى؟ دي منطقه الساعه. الساعه. تمام. منطقه الساعه. العامل اهو جاي عليه بيبعد العبيط، هما الاثنين اهمت. العامل وادي السواق داخل. بس ماشي ازاي؟ داخل عليه بطيء خالص. داخل عليه. بص اخويا واخده بالشمال من عنده. يعني انت داخل، داخل ازاي؟ بص بقى الناس كلها جت عليه، جت على اخويا. ده قام واقف على رجله. ده هم شايلينه. شايلينه واقف على رجليه، ده اتبهدل كده. حصلت. شايلينه يعني وقف، ما قدرش طبعا يقف، شايلينه وقلوا على جنب. هنا تاني يعني بنعيد لحضراتكم تاني مشاهدينا، دي لحظه الحادثه. لحظه الحادثه. اللي هو بيشاور اهوت. ايوه. وكده العربيه جايه. ايوه العربيه جايه اهي. بص
او زي يكون قصده هو زي يكون قصده هو وماشي بالراحه قصده يعني الشارع واسع. بص الجنب قد ايه انت داخل في اللوضه اهو داخل في اللوضه يعني انت داخل في اللوضه الشارع واسع يعني انت مش شايف لوضه او شايف عربيه ومش شايف لوضه ومش شايف نفرين قدام بيبعدوك السكه. السواق نزل ولا حاول يهرب او اي حاجه؟ لا 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 نزل وقف زي ما انت شايف في الفيديو كده وحتى الناس اللي جنب نزلوا. طف احنا عارفين يعني ان حضرتك انت خال المتوفى. ايوه عارفين ان الخال والد وعارفين ان حضرتك يعني كان ليك دور كبير في تربيته لان الوالد والوالده توفوا وانت الوالد يعني اوصف لنا اللي حصل انت لما عرفت حصل ايه يعني. لما عرفت رحت عند القسم رملي تاني عرفت من عند القسم رملي تاني ان السواق ده ساكن ناحيه بيته وليه عيله هناك وانا معرفش ساكن عند بيت المجني عليه واخوه ساكن هناك يعني هم اصلا من المنطقه دي وابن اختي ما مشاش من المنطقه دي اتولد هناك وعايش فيها والمنطقه دي على اسم منطقه يعني يعني شعبيه فيعرفوا بعضيهم ده طبيعي. لما رحنا حضرتك تحولونا من القسم للنيابه وخدوا السواق في القسم كويس راحوا قالوا لنا حوش روح للنيابه. النيابه لما دخل حسين ودخل السواق ودخل بتاع اللودر سالهم قالوا تشرب حاجه قالوا لا مش عارف في كلام من ده. فحسين قال له وكيل النيابه قال له بص حضرتك الفيديو ده اللي صوروه مباحث بتاعت كاميرات الشارع وعملوا معاينه الناس اللي جت عملت معاينه هي جابت فشفناه العربيه ماشيه ما فيش حتى بسرعه 20. انت بقى لما شفت لحظه اللي حصل دوت وانت اللي مربيه ابني. يعني انت عارف يعني ايه ابني؟ انا ممكن اعمل اي حاجه وانا ما عنديش بنات هم دول اولادي يعني ما عنديش ولاد. ربنا يصبر قلبك يا رب. وده اصغر حاجه انا مربيه يعني امه وابوه ماتين وانت عارف العشره القديمه مع الاب. سبحان الله فضلك. انت اخوك كبير يا استاذ حسين؟ لا في اكبر انت اخوه الاكبر يعني. اخو اكبر من انا اللي جاي في الموضوع كله. انت كنت متخيل ان يحصل مع اخوك كده؟ انا عارف انت لا طبعا لا طبعا ما يعني مين يقدر من كتاب الله. طب انت لو شفت القاتل دلوقتي يعني تقول له ايه؟ والله انا شفته مره واتنين كنت بصراحه يعني شوف انت بقى يعني انا سبت القضاء بتاعنا قضاء مصر جميل. مين؟ سبت ياخد حقه. يعني حضرتك سبت قضاء مصر ياخد حقه. انت سواق وعندك 52 سنه يعني راجل خبره في السواقه تيجي على ناحيه الشمال والعربيه الميكروباص بتاعتك محمله وانت بتحمل الساعه منشيه هل يعقل ان تبقى من ناحيه الشمال لو حد ينزل هتنزله عشان تخبطه عربيه؟ ولا انت دايما تمسك اليمين عشان اذا كنت هتركب او تنزل؟ متشافه قوي كمان يعني. والعربيه الميكروباص عاليه في اربع عربيات او خمسه عدوا من جنب اللودر وهم بيشاور لهم انت اعلى منهم عربيات صغيره فانت اعلى منهم وشايف اللودر يعني شايف اللودر وشايف العربيه نص نقل اللي بتنقل القمامه كل ده ما شفتوش وانت داخل عليه وعلى اللودر انت ماشي بسرعه ما فيش 20 يعني انت لو دوست شعر فرامل هتقف. طيب لو الولد ده مش موجود كنت هتخش في اللودر في الحته الصلبه اللي في اخره اللودر؟ طب اي قانون مرور لو هو ضربك من اخره مين اللي يتحاسب؟ اللي داخل فيه لانك انت حتى ما عطيتش زائد انك انت اخد شمال وجنب الرصيف هم كان في ايه تاني عشان تفاديه؟ هو قدره طبعا هو قدره يعني طبعا. طب انتوا بتطالبوا بايه يا استاذ حسين؟ احنا طالبين بالحق. قصاص. طالبين بالحق. بالقصاص منه. طالبين بالحق يعني الحق زي 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 القضاء ما بيقول زي ما كل النيابه قال لي ما تقلقش حتى لو انت ما خدتش حقك القانون هياخد حقه. انا طالب حقي. عايز حق اخويا. حق اخويا باللي حصل دوت. ما تقوليش قضاء وقدر. انا ارحمه يا رب. الله يرحمه يا حسين. ليه؟ لا 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 ينفع قضاء وقدر؟ لا ما ينفعش قضاء وقدر فيه. ربنا يرحمه. ما ينفعش قضاء وقدر فيه. لو اخويا مهمل في حاجه قوله. يعني لو اخويا مهمل في حاجه او يعني عربيه ولودر ونفرين
وداخل فيه. ربنا يرحمه يا رب. امين رب العالمين. امين رب العالمين. يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا الحاله الماساويه والصعبه واهله القلب على شهيد العمل. يعني نتمنى الله، نتمنى من الله انه يعني يسكنه فسيح جناته ومنزله الشهداء، لان ده كان شهيد عمل كان بيشتغل وللاسف لقي حتفه ولقي ربه اثناء عمله. نتمنى ليه الشهاده وان شاء الله باذن الله هم اهله بيطالبوا بالقصاص وقضائنا العادل ان شاء الله يريح قلبهم بالقصاص العادل قريبا ان شاء الله. شكرا متابعي مصر اليوم، اشوفكم في لفات اخرى. كان معكم اسلام رضا مراسلكم الاسكندريه، والسلام عليكم.